أحسن الله إليكم. أبو عبد الله يقول: عندنا مسجد الشيخ صالح احتاج إلى زيادة في دورات المياه، وفي المسجد فناء واسع وكبير، فهل يحل للقائمين على هذا الجامع أخذ جزء من فناء المسجد لعمل دورات مياه وتوسعة؟ لابد من مراجعة الجهة المسؤولة عن المساجد، فرع المساجد في بلدكم ترجعون إليه وهم ينظرون في هذا الأمر. نعم.